أهلا وسهلا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله وبياكم في هذا اليوم. تقبل الله أولا الطاعة والصيام وعيد مبارك، هذا العيد الاستثنائي. حياكم الله في هذه الأمسية الافتراضية وهذا الحضور الافتراضي، حضور ليس حقيقيا لكني أظن أنه سيحمل بإذن الله نوعا من الدهشة والحميمية، مما يجعلنا إن شاء الله نستغرق ساعة ونصف أو ساعتين إن شاء الله بإذن الله. بإذن الله، قبل أن أرحب بالشاعرات، يمكنكم المشاركة في صالون أو هاشتاج صالون أدب الافتراضي على تويتر، كما أن هذه الأمسية بإذن الله ستبث مباشرة على منصة أدب في تويتر. وأهلا وسهلا بكم بالحضور الكريم وبالشاعرات الفاضلات الجميلات سارة الزين وعائشة السيفي ودلال البارود. أهلا وسهلا. الشاعرة، أبدأ بالشاعرة سارة الزين، شاعرة وروائية لبنانية فرنسية، نشرت 3 روايات: شعاع في الليل الحالك، وعلى الشاطئ الخلود، وليتها تموت. ماجستير في كيفك العلوم. تبدأي؟ سارة لم تصل بعد، معلش بدور، ابدأي بدلال البارود. نعم، أنا أرى سارة الآن. سارة، إيش سارة معرفها؟ تسمعيني؟ إيش معرفها؟ حسين أظن. ما هي رافعة يدها، ليه ترفع يدك يا؟ ترفع يدها والصوت الظاهر عندها مغلق، الصوت ترفع تفتحينه يدها يا نشغل سارة. الصوت. الصوت مغلق عند سارة، لا بأس. الآن نفتح، حتى الآن خلاص 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 فتحناه. أهلا وسهلا، أهلا بك يا حبيبة مرة بس ترفع أخرى يدها، يا ترفع يدها سارة. رفعت يدي، رفعت يدي أرفع هذه المرة. نعم، أنا أراها مرفوعة. أوكي، واحد. نعم، مرة أخرى سارة الزين، شاعرة وروائية لبنانية فرنسية، نشرت 3 روايات: شعاع في الليل الحالك، وعلى شاطئ الخلود، وليتها تموت. تحمل ماجستير في العلوم الطبيعية ودبلوم دراسات متعمقة في اللغة الفرنسية. كتبت العديد من المقالات، كما قدمت للعديد من الدواوين العربية. أهلا وسهلا سارة، حياك الله. أهلا بك حبيبتي وبيتي، أسعد الله قلبكم، كل عام وأنتم بألف خير. أسأل ربي أن يجعل هذا العيد، أن يحمل هذا العيد لكم كل البركة وكل السكينة والطمأنينة والصحة والعافية، وأن يعم السلام على كل أرجاء العالم، لكي نهنأ بالشعر ولكي نعيش الجمال ولكي نتقاسم. حياك الله سارة، أهلا وسهلا. أيضا أرحب بالشاعرة العمانية عائشة السيفي. عائشة صدر لها 3 مجموعات شعرية: البحر يبدل قمصانه، وأحلام البنت العاشرة، ولا أحب أبي. حصلت على عدة جوائز في عدة ملتقيات ثقافية وأدبية، وشاركت في الكثير من الفعاليات الثقافية العمانية والعربية. أهلا وسهلا عائشة. مساء الخير بدور، ومساء الخير على النور جميع والسرور. أشكر موسوعة أدب على الاستضافة اليوم. كل عام وأنتم بخير، وأسأل الله عز وجل أن يعيد هذا العيد علينا بالخير واليمن والصحة والعافية والتقارب بعد التباعد إن شاء الله. إن شاء الله بإذن الله على خير. أخيرا معنا دلال البارود، شاعرة كويتية وباحثة دكتوراه في الأدب المقارن، قدمت وعدت عدة برامج تلفزيونية وإذاعية، ونشرت عدة قصائد في الصحف الكويتية، وشاركت في الكثير من الأمسيات الشعرية والمهرجانات الثقافية، كما حصلت على الكثير من المراكز في الكتابة وفي حفظ الشعر، مراكز لا أحصيها أبدا. أهلا وسهلا دلال. أهلا وسهلا بكم، سعيدة جدا بالمشاركة مع صالون الأدب الافتراضي، وسعيدة جدا برؤية صديقتي عائشة. عيد مبارك عائشة، وكذلك سعيد بالالتقاء لأول مرة بسارة التي أعرفها فقط في تويتر، فعيدك مبارك سارة. سعيدة جدا بالمشاركة وسعيدة بأدب، وكل عام وأنتم بخير، تقبل طاعتكم وعساكم للعائدين والفائزين، ومتحمسة جدا وسعيدة جدا بمشاركة صديقاتي
وأتمنى أن تعدي هذه الأزمة إن شاء الله بخير وصحة على كافة الأمة الإسلامية والعربية والعالم أجمع بإذن الله. يا أهلا وسهلا، أهلا بكم جميعا. طيب ما رأيكم أن نبدأ بالشعر مع سارة؟ تفضلي سارة. أدري أدري بأن لهذا الموت لن يدعك، أدري بأن لهذا الموت لن يدعك، فكم كتمت على أناته وجعك، وكم رمقت شتاتي من خطوطي، وجال حزنك في وجهي الذي ابتدعك. مراوغ أنت تنمو مثل قافية تسابق الشطر تعلو دون أن تضعك، وبارد كحديث مهمل تعب مل الكلام وأرخى عنده دلعك. يا مولعا بحكايا الماء من شفتي، يا مولعا بحكايا الماء من شفتي، وقد لمست على عنابه طمعك. من أين آتيك هذا اللحن موصدة أوتاره فيك، حتى خلته اخترعك. من أين أدخل والأقدار ضيقة، أن لحظي يا ابن الطيف أن يسعك. يا فكرة الوصل، يا فكرة الوصل والدنيا مفرقة، وحبل ماضيك من أعناقه قطعك. هي البداية، موسى صام في سفر مع الغلام وحوت الرغبة ابتلعك. لن أستطيع هنا صبرا، أنا امرأة، وكيف أصبر إن ناديت أن أدعك. أنا القديمة في شكي وأسئلتي، أنا القديمة في شكي وأسئلتي، أحتاج خوفك كي أنسى السؤال معك، أحتاج أخفي عن المرآة بعثرتي، علي ألملم في أجزائها قطعك. أقول للبرد لا تركن لصوت دمي، جمر القصيدة نزع إن رمى نزعك. أقول للخوف دثرني، فإن يدي ستشرع الوهم إن قاسمتها بدعك. أقول والآن أتممت الصلاة له، سيكتب الشعر أن الشعر قد رفعك. عائشة تسمعيني؟ أظن أننا ما نسمع الصوت من عند عائشة. نعم بدو تسمعيني الآن؟ يا هلا وغلا، أهلا وسهلا. نعم، إذن دعيني أبدأ بقصيدة مواويل الخلاص. نعم. إلى سهيل العفار، الشخصية الرئيسية في رواية الأعتاب للروائي العماني محمد قرطاس. في كثير من السياقات التي سترد هنا سيعرفها الذين قرأوا الرواية، وهي رواية بديعة بالمناسبة. أخلو طريقي، أخلو طريق ازدحام الماء أرصفتي، أخلو طريقي ازدحام الماء أرصفتي، هذا الهواء وأوطان هوت قددا. أخلو طريق ازدحام الماء أرصفتي، هذا الهواء وأوطان هوت قددا، من خوف كل نبي كان لي أثرا، وجوع كل ولي عشت متحدا. محمل قلقي بالموت، أرضعه كل المنافي التي مرت علي سدى، أمضي وكل انفيالات
وبي قلق أين الكليم وواديه الذي اتقدا إني وتحملني في البحر أسئلتي ومثقل قارب الممجوج بي سهدا وأسمع الريح يا ربي لمن نذرت فحولة الغيم هل للمغرقين غدا فجاءني مدد من بطن وحشته أله صفاتك أنت الجند والشهداء أنت الشراع الذي ما جاء قاربه فقال للبحر كن وردا لمن ورد أنت الكلامات والمنثور أسئلة تئز جوفك شكا لاسعا صهدا تنز حيرة من يعتاد حيرته حتى يعمدها معنى ومعتقدا أنت المقامات والمنذور أسئلة أنت المقامات والمنذور أسئلة تئز جوفك شكا لاسعا صهدا هناك في جهة لا أرض تدركها ستصطفيك تخوم الأنبياء صمدا هناك سوف يفيض الكون أجوبة وتحتمي بك أسماء المدى جسدا هناك عمق شساعات مؤبدة هناك تعرف ما أفضى له السعدة هناك لا وقت يمشي في اكتهالته هناك لا وقت يمشي في اكتهالته ولا فضاء يحد الأرض لا عددا هناك أنت اكتمالات ولا علل هناك أنت اكتفاء فادح ومدى هناك أنت الجهات لا حدود لها وأنت معراج من نادى ومن صعد ستدرك الصفة الكبرى ألوهتها في جوف معناك فاخلد بعدها أبدا ستدرك الصفة الكبرى ألوهتها في جوف معناك فاخلد بعدها أبدا وشكرا الله يعطيك العافية فاخلد بعدها أبدا دلال أهلا أهلا وسهلا أهلا بك في البداية سأقرأ مقطع صغير ومن ثم سأقرأ قصيدة أحب أن أهدي هذا المقطع لكل من يحتفل بالعيد أثناء الحجر وهو عيد غريب يعني على الرغم من أن صمت الجوار يضج بأرواحنا كالشبح ورغم التباعد رغم الفراق سنبصر شمسا وقوس قزح لأن الجهاد بعيش الحياة بقدر الوباء وما قد ذبح سنفرح في العيد ملء الجراح فلله حق بهذا الفرح بما أن الأمسية اليوم نسائية وهذه من اللحظات النادرة لذلك هي جديرة بالاحتفاء أهدي هذه القصيدة لكل امرأة شاعرة مفكرة ولكل امرأة مستمعة هزي بجذعك حتى يولد الأفق هزي بجذعك حتى يولد الأفق واستسهلي صعبك الحارت به الطرق يا رشفة الضوء ترمي النار نظرتها أبعدها لمتنا أن كيف نحترق ماذا فعلت بهذا البحر يا سفرا إليك هاجر منه الخوف والغرق لما وصلت إلى تحريرهم هتفوا تل الجبين
تحرر بعدها العنق فكلهم ساد عرشا بعد ذلته أشهى من الملك أن الروح تنعتق المشعلين بغار الوحي سجدتهم المبصرين بنور الله انحدقوا يا كعبة يا كعبة زحفت كل الحجيج لها هلا وهبت لنا هديا فنرتزق إني عبدتك حبرا والدوات حشا إني عبدتك حبرا والدوات حشا فأمطر الشعر فوقي إنني الورق وقلبينا على النيران في مهل ما قيمة العشق إن ما مسه الأرق يا لانتهاء شتاتي منتهى صلتي كما الضفيرة تلوى ثم تفترق صليت باسمك فاخضرت عزائمهم وحين أذنت ثوري كبر الشفق إن تحتل القبر فالأقدار قد كتبت لسنا على غير هذا الموت نتفق سرنا إلى اللحد والفردوس تلحقنا والأرض يحفو إلى توديعها الرمق لا تعدلينا لا تعدلينا فإن الصمت حنطنا ما إن زفرت فكل الناس قد شهقوا عشنا بذا الكهف لا نوم يطبطبنا ولا سبيل لترك الحلم يختنق حتى إذا ثرت طوفانا يحررنا لا عاصم اليوم ضاق المد والأفق فلتكشف الوجه طلي دون ما حجب هذا زمان أبى أن تعبد الخرق طغيت حسنا فلم ينفع تورعنا طغيت حسنا فلم ينفع تورعنا لن ينجب الحق إن ما هاجنا الشبق رحماكي هبي رياح الروح في رئة رحماكي هبي رياح الروح في رئة يموت شوقا إلى تقبيلها العبر. الله 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 عليك يا دلال، الله يعطيك العافية. الله يعافيك، شكرا جزيلا دلال. بمناسبة، قبل أن أنتقل لسارة مرة أخرى، بمناسبة هذه القصيدة التي أهديتيها للنساء قبل سنتين في برنامج على السي، أظن أنك تحدثتي عن قلة الشاعرات العربيات بسبب القيود المجتمعية أو شيء من هذا القبيل. هل الأمر بعد سنتين نفس الوضع أو تغير بالنسبة لكن؟ أولاً أنا شاكرة جداً لعصر التواصل الاجتماعي، جعل العديد من النساء يتشجعن لتبوء منصة الشعر والانتشار دون الحاجة إلى علاقات في المؤسسات الأدبية أو الروابط الأدبية التي يكثر فيها العلاقات الشخصية والشلالية. نشكر منصات التواصل التي أبرزت العديد من الشاعرات. أنا تعرفت على سارة عن طريق تويتر، فأشكر تويتر اللي جمعنا بهذا الجمال. نعم، ما زلنا نعاني حياء بالنسبة للشاعرات، ما زال المجتمع يعاني من يعني نظرات تقليدية تشوبها الأعراف والتقاليد حول المرأة والشاعرة، لأن الشاعرة بالمفترض ثائرة والمجتمع يخاف من المرأة الثائرة، وما بالك لو كانت هذه الثائرة شاعرة، لأنها ستأسر القلوب وتأسر العقول وتغير وتحتل الأرواح، وسيكون نشيدها مدندنا مرددا في الذوات. وأعتقد أن المجتمع لا زال يحتاج الكثير ليقبل بهذا، لكن أعتقد أن الجيل الجديد فيه مبشرات جميلة، هناك نساء رائعات جادات فنانات وموهوبات لا يخفنا في الشعر ولا يخفنا به لومة لائم. أعتقد أن نحن في السنوات القادمة سنرى شاعرات رائعات من الجيل الجديد ليكتسحن الساحة الشعرية، وأعتقد أنهن سينافسن ويقارعن الرجال، ولن يعود هذا المسرح الشعري محتلا من قبل الذكور والرجال. يعني ثورة نسائية شعرية
إن شاء الله متفائلة بالجيل الجديد، وأعتقد هناك جيل قادم بقوة. إن شاء الله بإذن الله. ما رأيك سارة في هذا الكلام قبل أن تضربينا بقصيدة أخرى؟ والله أولاً أنا أحيي كثيراً أستاذة دلال والأستاذة عائشة، أحبهما جداً، ونحن نحتاج إلى مثل هذا الدعم، لأنه غالباً ما تعتبر المرأة أنها ند للمرأة الأخرى، والحقيقة هو أن الند الوحيد لكل منا هو نحن أنفسنا. علينا أن نتحدى ذاتنا، علينا أن نقدم كل يوم ما يفيض عن ما يزيد عنا، ما يقدمنا بصورة أشمل. علينا أن نؤازر بعضنا البعض، أن نشير إلى الجمال أينما كان. لكني أنا هنا عندي رأي معين لهذا الموضوع. أنا لست كثيراً ممن يميل إلى فكرة النسوية والذكورية وما إلى ذلك. أنا أؤمن بالنص، النص هو الذي يفرض نفسه، الشعرية هي التي تفرض نفسها، وليس حتى أيضاً شكل النص الشعري، يعني سواء أكان خليلياً عمودياً خليلياً أم قصيدة تفعيلة أم قصيدة نثر. أنا أؤمن بأن النص الحقيقي بإحساسه، ولأنك كما تعرفين أن الإيقاع على ثلاثة أنواع، هناك إيقاع عروضي، ولكن هناك أيضاً إيقاع تركيبي وإيقاع تصويري. لذلك لا نستطيع أن نختزل الجمال فقط بالإيقاع العروضي، والإيقاع العروضي ربما يختص فقط في عالم النظم والوزن والأوزان. وعليه أؤمن بأن النص سيفرض نفسه، وأن الزمن غربال يا سيدتي. مع الوقت إن الزمن هو الذي سيرفع الشعر الحقيقي. وكذلك قلتها أكثر من مرة في أكثر من مقابلة، إني أؤمن بثلاثية الشعر والشاعر والمتلقي، أن يتماهى الشاعر مع حرفه عند الإلقاء، وأن يكون النص عالياً، وأن يكون إلقاء الشاعر حاضراً وحقيقياً. هناك شاعر عراقي ذكر مرة حكاية صغيرة مضحكة، أنه عندما وقف على المنصة يقرأ قصيدته التي كانت عالية، قال له أحد النقاد: أنت شاعر، ولكن لماذا ألقيت رصاصة على قصيدتك؟ لماذا قتلت قصيدتك بهذا الإلقاء؟ بما معناه أن القصيدة فعلاً إما ترتفع وإما تهبط حال الإلقاء. لذلك أؤمن بهذه الثلاثية، وأؤمن كذلك أننا علينا أن نتعامل مع النصوص لا مع الجندر، يعني لا مع أن هذا النص صاحبته امرأة أو رجل أو فلنترك هذه الأمور، أصبحت قديمة شيئاً ما. الآن ننظر إلى النصوص، الآن المجال متاح للكل يقدم إبداعه من دون خوف تقريباً، يعني هناك إرهاصات بطبيعة الحال، دائماً هناك إرهاصات، ولكن أظن أن الوقت كفيل بأن يظهر الشعر الحقيقي. إن سمحتي لي أستاذ بدور، أريد أن أضيف على كلام سارة الذي أتفق معه جملة وتفصيلاً. أعتقد أن وجود المرأة الآن في الساحة الشعرية ضروري جداً، نريد أن نجدد المفاهيم الشعرية. أنا ضد جندرية الكاتب كما قال سارة 100%، لكن هناك عادات وتقاليد شعرية تعودنا عليها. أحياناً أسمع بعض الانتقادات من بعض الشعراء حينما نكون في أمسيات شعرية، دائما مثلا انا كامرأة يقال لي لغتك مختلفة، يجب ان تتجه الى التفعيلة او النثر، العمودي يحتاج لغة فخمة ولغة قاسية. وانا اريد بوجود النساء ان نصنع عقيدة شعرية جديدة. من الذي منح الشعرية للخيل والسيف والرمح وسلبها من الكحل واحمر الشفاه؟ من الذي منح الشعرية للبطولة والشجاعة والحروب وسلبها من الأمومة والعطف والرقة؟ لا نريد أن نقولب الشعرية والمصطلحات فقط لأن جندر معين أو فئة معينة كانت تحتل الشعر مدة طويلة من الزمن، وحينما بدأنا نحن نستشعر أدواتنا ويومياتنا المتعلقة بالأنوثة شعرنا على سبيل المثال المرأة لها علاقة خاصة بشعرها. هل عندما تحدث عن هذا الشعر لا يصبح شعر ذا قيمة؟ هل عندما أتكلم عن الكحل لا يصبح شعري ذا قيمة فقط لأن هذا الرمز جديد على الشعر العربي ولم يتطرق؟ أنا ضد أن نميز بين الرجل والمرأة، والنص أيضا هو سيد الحكم، ولكن نريد أيضا لأنوثتنا أن تحترم في النص الشعري، وأن لا يقال أن هذا ليس بالشعر فقط لأنه لم يطرق في السعر. الله يعطيك العافية، الكلام كثير جدا في هذا الموضوع. أطربينا يا سارة بقصيدة. يا صحوة الحرف
يا صحوة الحرف من جوع النهايات، الآن أبصر في قمحي نبوآتي. تهذي المسافة في عيني فأسألها من ذا يريق على عيني مسافاتي. مبلولة بالشتات المر أسئلتي، وغيمتي ابتلعت كل احتمالاتي. أرضي وقيل بعيد الصمت خائفة، خوف السكارى ترى هول القيامات. صوتي ويشبه في الترميز أغنية شطت عن اللحن في إيقاعها الذاتي. وطفل شعري منبوذ بلفته، لا يم يحمل أشباه الولادات. يخيفني الوقت يبدو في تبرمه، صعب المراس مزاجي المسارات. يخيفني المارد المعنى وقد شهقت من حوله الروح تفضي لاختناقاتي. موت يجدد في الشريان رقصته، فكيف أحصي إذن كل الجنازات؟ موت يجدد في الشريان رقصته، فكيف أحصي إذن كل الجنازات؟ وكيف أنجو من الخذلان في قربي والقحط يشهده في كل ميقاتي؟ كل اليتامى فرادى في تغربهم، كل اليتامى فرادى في تغربهم، حتى السماء احتضار للفضاءات. كل اليتامى هوائيون، ضحكتهم ضرب من الذوق من باب المدارات. إلا يحين يشد الوجه ضحكته، يكذب الحزن وجهي والدعاءات. يا قسوة الأرض إن الأرض تلفظني من شدة الطعن في صدر البطولات. يجول خوفي على ضعفي وأبصره يهدهد الشعر من بعد الخسارات. أنا ابنة الشمس والأرض التي ولدت من خصرها لغة فوق الكنايات. أنا القتيلة في التأويل يعرفني رجع الحداء بأسراب المجازات. أبلل الفكرة العذراء أغسلها من التصحر من بعض المخاضات. صوتي وحرفي هلاك في اعوجاجهما، وما استقاما سوى فوق انحناءات. هذا انكساري وقد طالت جدائله، يا ساجن الدمع رفقا انكساراتي. الله الله، رفقا بانكساراتي. شكرا جزيلا، شكرا شكرا سارة على هذا الإحساس، شكرا. تفضلي عائشة، الله يسعدك. ودور، اسمحي لي أيضا قبل أن أبدأ بقراءة النص القادم أن أضيف لما قالته صديقتين سارة ودلال حول تجربة الشاعر المرأة، وأتفق معهما تماما على فكرة أنه ينبغي أن نتجاوز فكرة النظر إلى النص، صاحبة النص، ولكن إلى النص نفسه. لكن هذا لا ينبغي أن يعني هذه هي النظرة التي نريد أن يذهب إليها الشعر، ولكن في الحقيقة يعني بالذات لنقول تجربة الشاعرة في الخليج، تجربة يعني شئنا أم أبينا مرتبطة بفكرة التقبل المجتمعي لديها. وأنا قلتها سابقا أنه الشاعرة المرأة في الخليج تحديدا لديها طبقات عدة تتجاوزها من أجل أن يخرج النص بحرية. لديها الحاجز الأسرة أولا، التي مرة أخرى ينسب كل نص إليها، يعني مش فقط لصاحبته ولكن حتى للعائلة. إذا مثلا قدمت نص جريء أو خادش أو يعتبر أنه يكسر المقبول مجتمعيا، ثم تخرج إلى القبيلة، ومن ثم إلى المنطقة وإلى الدولة التي تنتمي إليها. والتجارب كثيرة، يعني نحن شخصيا يعني ظهورنا تتذكر الكثير
من موجات السحر المجتمعية بسبب النصوص. هي الإشكالية اليوم ليس فقط في أنه الأشكال الشعرية التي نمارسها، ولكن في جرأة المواضيع الشعرية التي نطرحها داخل في نص الشعري، لأنه الذي يحدث أنه لا يزال المجتمع ينظر إلى النص بدون تجرد من صاحبه، وهذا ربما يواجه الشاعر أكثر من النصوص الإبداعية الأخرى، مثلاً مسرحية أو الرواية أو السيناريو أو غيره، يعني ينظر إليه بتجرد بعيداً عن شخص صاحبه. بينما اليوم لا نزال إذا كتبنا أي قصيدة، لو طرقنا اللي هي التابوهات التي تعتبر اليوم لا تزال تابوهات مثل الجنس أو السياسة أو غيرها، لا نستطيع أن نفرد شخص الشاعر اليوم عن موضوع القصيدة. وبالتالي أنا دائماً أقول أن الشاعرات مثلنا اليوم لا يزلن يفتحن الأبواب ويفتحن الأسوار الموصدة لتجارب شاعرات أخريات، يعني يخوضن تجاربهن في التخلص من حواجز الأسرة القبيلة ثم المجتمع ككل. فهذا فقط كان تعقيباً على سؤالك حول تجربة الشاعرة، وربما النص القادم هو أيضاً في هذا السياق. نعم. واسمه أنا عورة. أعتقد نعم تقولين ويوجعهم أنني امرأة كلما طعنوا ظهرها أنجبت لبين. تفضلي. إنهم يطلقون الرصاص الكثيف على شفتي، ويحترفون امتصاص الهواء المقيم على رئتي. إنهم يطلقون الرصاص الكثيف على شفتي، ويحترفون امتصاص الهواء المقيم على رئتي. يريدونني جثة ليصلوا علي، يريدونني جثة ليصلوا علي. ويوجعهم أن بنتا تحب علانية دون رهبة بلا حجب، مثلما تفعل الأخريات اللواتي وراء الستائر يطلقن بالخوف مليون رغبة. وأن القبيلة أوجعها أن بنتا تحب، ويدك توبي وراءك عرض وقبر ورب. أنا عورة تتمشى على قدمين، أنا عورة تتمشى على قدمين. ويوجعهم أن لي شفتين وأنفا فما وجبينا وعينين. ويوجعهم أنني امرأة كلما طعنوا ظهرها أنجبت مخلبين. ويوجعهم أن صوتي صداه يهز بلادا. ويوجعهم كيف أني بصمتي على مكرهم أتمادى. ويوجعهم أن نزو البلاد التي أنجبتني، وأني إذا ضاق عمري كستني ولم تتبرع إذا أنت أذنب القلب مني. ويوجعهم أن نزو البلاد التي أنجبتني، وأني إذا جاع عمري كستني ولم تتبرع إذا أذنب القلب مني. وإن خفت في حضنها زرعتني ولم ذات يوم تكلني، لأني عبير سعاد أميرة سارة ليلى شريفة شيخة بدرية، وأنا عائشة وأنا نجمة الليل تشعلني العتمة الخادشة. ولكنني عورة في عيون الذين أحاديثهم عورة من نوايا، ومن صورتي أو قصيدي يجيدون حبك غبار الحكايا. رغم أني من الشعر أكتب دمع النخيل وحزن المرايا وحزن النساء اللواتي على كل شبر بأجسادهن ليال من الخوف والدمع، من يجعل الدمع شعرا سواي. إنهم يطلقون الرصاص الكثيف على شفتي، ولكنهم كلما صوبوا أتلاشى وتحمل أجنحة كتفي. وإن صوبوا التناسل سلوى شميسة يسرى جميلة مريم سلوى حنان غزالة شيماء بلقيس أسماء خولة شمساء زهرة أحلام، أصبح كل النساء
لواتي ولدن أو القادمات لواتي سيولدن أنجو إذا صوتوا، فأنا عائشة وأنا البحر لن تشتري صمته طلقة طائشة. الله 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 الله، أصبحتي كل النساء يا عائشة. عائشة لواتي ولدنا أو القادمات اللواتي سيولدن. لفتني الحنة يا عائشة، نقدر نشوفها؟ إيه الحنة العودة للهند والبدايات. الله يعطيك العافية، جميل جميل جدا. طيب دلال، يا دلال، في قصيدة مطلوبة وأنا أطلبها شخصيا إن كنت مستعدة. الصوت فقط عند دلال. أهلا، لا تقولي لي كيف الدهر يا بدر. لا لا غيرها. شكرا. أنجبتني هكذا. صح، لأن احنا نتكلم عن النساء. طيب إن كنت تريدين، إذا كانت هنالك قصيدة جاهزة أخرى. مو جاهزة أمامي، خليني أخليها للدورة القادمة اللي تجهز. سأبدأ بمقطع صغير وبعدها قصيدة. بما أننا في اليوم بالنساء، عائشة صح لسانك قصيدة رائعة، خصوصا حينما قلتي عن أننا نحب علانية. هذه مصيبتنا عندما نتكلم عن قصائد غزل، دائما نواجه بكيف لشاعرة محجبة تكتب قصيدة غزل. فعلا أصابت كبد الحقيقة والوجع في هذه القصيدة، تصلح أن تكون نشيدا يعني وطنيا للنساء. يعني سواء كان هذا الغزل افتراضي او خيالي او حقيقي، المشكله، في الموضوعين. اي حينما نضع يعني ضمير مذكر نخاطب به في القصيده، الكل يظن انها موجهه لرجل، لا يبتعد. حتى وان كانت موجهه، يعني ما المشكله؟ انا طبعا ليس لدي مشكله، وهذا قلت في اللقاء سابقا، ان وان كان لكن نحن أعمق من ذلك. يعني أنا ليس الرجل همي الوحيد في الحياة، عندي قلق آخر، عندي الذات وعندي الكون وعندي الوطن وعندي الله. قلق في الشعر، يعني لماذا يكون دائما الضبير المخاطب المذكر دائما متجه للرجل؟ نحن أعمق من ذلك، لدينا هموم أكبر من ذلك. وأعتقد يعني ليس علينا صراحة أن نقول هذه موجهة لفلان حتى نبعد التهم عن أنفسنا. يعني نريد من المتلقي قليلاً الاجتهاد وأن يوسع أفقه في التأويل. اتفضلي دلال. ما دمت أربح نفسي، ما دمت أربح نفسي، ما همني من سأخسر. أظل أشهر سيفي لو كان في الخصر خنجر. مشي على الجمر عندي، مشي على الجمر عندي خير من الموت أبكر. أحببته غير أني أحب ذاتي أكثر. الله الله. وعلى سيرة الاحتفاء بالذات والاختلاف وحتى التيه، لا تقترب لا تقترب، هو قابل للكسر رغم تكسره. لا تقترب، هو قابل للكسر رغم تكسره. وحش وينحش لحمه، لا تنخدع بتحضره. هو مبصر لكنه يمضي لدرب تعثره. اتركه، لا تمدد يدا، لا تلتفت لتفطره، وانفد بجلدك، نوحه ينبي بقرب تفجره. سلواه، سلواه في تيه الخطى متوحد بتبعثره. ظمئ، ظمئ ولو بلغ الندى، عطش الندى لتأخره. حين النوى ألف الجوى والحب حين تحيره. من قاد خلف سرابه إلا لأجل تعذره. يبكي
يبكي فدعه لحسنه، يبكي فدعه لحسنه لا تكترث بتذمره. لست الطبيبة، لست الطبيبة فدمعه يشفيه عند تحدره. سكران داوى داءه بدنانه وتعصره، يهوى الورود لشوكها ورقيقها لتبخره. ليس الضعيف، ليس الضعيف وإن شكا، ليس الضعيف وإن شكا، هو مطرب بتدمره. أدري، أدري بأن جراحه تغري بلثم تهوره، وبأن مسك دمائه شحاك ضمة تدهوره. إن كنت، إن كنت ترفض جرحه فالجرح سر تحرره، إن كنت ترفض جرحه فالجرح سر تحرره. اكسره، اكسره، إن جماله في كسره وتشدره. الله، الله عليك، الله، أحسنت يا دلال، الله يسعدك يا ربي، شكرا جزيلا. الآن صوت لك يا سارة. نعم، قبل أن أقرأ القصيدة، باعتباري أننا نتحدث عن الأنثى كثيرا، قبل أن أقرأها أحب أن أقرأ قصيدة كنت قد كتبتها بعد حديث مطول حول المبنى والمعنى والشك والمجاز والحديث والأصيل. وكنت أقرأ لابن فري عندها، فكتبت: هذا فضاء النفري، هذا فضاء النفري، هنا جناح للجنون وبعض تحليق سما، وهناك تتحد المعاني بالمباني عند تأويل لتجديد النمى، غمازتان على سبيل الشوق، واحدة لليليا كي يراغد أنجما، والسر كل السر في الغمازة الأخرى التي مدت رؤاها كيفما، والقصد أبلغ من مرامي ضحكة ويصيب بعدا فوق مرامي رمى. هذا الجنون المحض أشهى وثبة للحرف، إن فاض الدلال ترنما، نام الخليل على سبات عروضه، نام الخليل على سبات عروضه، والصحوة الكبرى ستأتي بعدما. لا السهر وردي استراح ولا الملوح بالهوى، كل بليلاه ارتمى. هذا بيان الشك شعري، ربما نرسو على سر القصيدة ربما. لذلك هو كان بيان شك فقط يعني. بالنسبة إلى المرأة الأنثى، لأن القصيدة أنثى، لأن القصيدة أنثى، تصفف وجه الحقيقة من دون لبس، تقلم ثقب الزمان بمضع من عاف كل الهزائم، مزق وجه التخاذل والنكسات، وشد على العزم خصر الحقيقة حتى استراح. لأن القصيدة أنثى، تسرح حشدا من الأغنيات، وتترك في الخد ثورة خال وعسفا شهيا، تضيف عليه خروجا عن اللحن، يخدش سمع المسافة كي ينقذ الموت من ملك الموت، من سلطة الريح، من نعس الفكرة المشتهات، ومن صدأ الوقت فوق الجراح. لأن القصيدة أنثى، ستفضح عري الحياد، وتقلع من جوف هذه المدينة جذع التثاؤب بعد السبات، تحرر عين الشوارع من رمد الشك في الأغنيات، وتنثر شعرا على حاجب الوطن المستباح. لأن القصيدة أنثى، ستزرع في فوهات المحاجر وردا طريا يسبح بالعطر، يغزل من ضلع هذا التمزق خيط الصباح. لأن القصيدة تأبى التشظي إذا لم يشد على زند صحوتها شاعر مل طعم النواح. لأن القصيدة مثل الرصاصة أنثى، تفجر في الحر ألف سلاح. الله، الله عليك، الله.
الله يعطيك العافية. سارة، قبل أن أنتقل إلى عائشة، أنا لفتني في السيرة الذاتية أنك رياضية ورياضية بامتياز، حدثينا عن الرياضات التي تجيدينها. الرياضة عندي شغف وعشق، وسارة الشاعرة تختلف تماما الاختلاف. هنا بالضبط نريد سارة في معد الشعر. والله أنا عندي كأس الأندية في البينج بونج، وقد حصلت على الميدالية الذهبية في الوثب الطويل سون لونغور، وحصلت أيضا على الميدالية البرونزية في الباسكتبول الأساتيم يعني كفريق، وأجيد السباحة وأعشق التزلج. بشكل عام كل شيء يتعلق بالرياضة عندي هوس فيه، شبه إدمان. يعني هذا الأمر يشبه الشعر، يشبه كثيرا إلى حد ما الشعر، لأنه يفجر فيك كل شيء بكل تعيشين الرياضة، وكذلك بكل أعيش الشعر. لذلك أجد متعة عجيبة عندما أمارس الرياضة، أحبها جدا وقد اعتدت عليها منذ طفولتي. أنا كنت رياضية بامتياز منذ صغري، وما زلت الحمد لله حتى الآن أحافظ على كثير من الهوايات التي أعشقها. الله يعطيك العافية، الله يعطيك العافية، شكرا جزيلا. عائشة، أعدي لنا ما استطعت من الحب. نعم بدور. إذا يعني لنعود مرة أخرى إلى الحب، ولكن الحب في زمن الكورونا. في زمن الكورونا وزمن الثلاثين، الحب في العشرينيات يختلف عن الحب في الثلاثين، فهذه القصيدة أحتفي فيها بالثلاثينيتي. الجميلة ذات الثلاثين عاما تحبك، الجميلة ذات الثلاثين عاما تحبك، تحمل خلخال نزوى إليك إذا عشقتك وحناءها. الجميلة ذات الثلاثين عاما تحبك، تحمل خلخال نزوى إليك إذا عشقتك وحناءها، والسواقي وأبناءها، والسيوح التي تركت في مواويل رعيانها ماءها، والبيوت التي تتمايل سكرا برائحة السكر البلدي، وضوضاءها تحمل الهيل سحنة أهل البلاد التي أحرقت ساحرات الجبال البخور عليها، وربت ذئاب البرار السحيقة ظلماءها. إنها بنت من حملوا بسواحل إفريقيا خيلهم وإلى الهند يمالهم، والتي ورثت بالسمار العماني أباءها. إنها بنت من حملوا بسواحل إفريقيا خيلهم وإلى الهند يمالهم، والتي ورثت بالسمار العماني أباءها. إنها بنت هذه الجبال التي حرست أرضنا منذ قال الإله السلام على آدم واصطفى للخليقة حواءها. إنها بنت نزوة التي أرضعت غافة قلبها بالغناء، وعلمت الريح كيف بنخلة فرض تقاوم جذب الحبوب ورمضاءها. علمتها السواقي التي حرس الجن بالسر منذ الخليقة أسماءها. إنها بنت نسوة التي بالزغاريد تبلغ سقف السماء، وتبسط فضتها في ربوع الجزيرة أضواءها. إنها بنت نزوة التي عمدتك وليا على قلبها، فاقرأ الآن سورة مريم واسجد لربك بين الشروق وبين الغروب، وأكرم إذا باركتكم شتاءات مسقط بالحب علياءها. إنها لا تشيخ فتاة تقاوم بالشعر غربتها، وتربي بحب القصيدة أبناءها. إنها سفن الله في الأرض، كن أنت ميناءها. إنها سفن الله في الأرض،
كن أنت ميناءها. الله 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 يعطيك العافية، شكرا جزيلا. أذكر الحضور بالمشاركة في هاشتاج صالون أدب الافتراضي على تويتر، كما أن الأمسية ستبث مباشرة على منصة أدب في تويتر. نعود إليك يا دلال. هلا. طيب دلال، والسؤال للجميع. نعم. الآن نحن في زمن الكورونا وفي زمن العزلة، ولدينا مثلا في السعودية ظهرت مبادرات برعاية وزارة الثقافة تحت مسمى أدب العزلة لتحفيز الكتاب والمبدعين على الكتابة في وقت مثل هذا، يعني وقت استثنائي يمر على كل العالم. بالنسبة لكم كشاعرات، هل اختلف يعني موضوع الكتابة وطقوس الكتابة في مثل هذا الوقت؟ تفضلي دلال. بالنسبة لي صراحة لم أتفرغ لكتابة الشعر أصلاً، كانت واحدة من مخاوفي في المشاركة في هذه الأمسية اليوم أني لم أكتب نصاً منذ فترة، لأني مشغولة في استكمال رسالة الدكتوراه، قريباً أسلم رسالة الدكتوراه للجامعة، فكل وقتي الآن مستنفذ على المراجعة والتحقيق والرسالة. صراحة قصيدة سارة الجميلة أخذتني إلى وجعي، لأنني أدرس السهروردي والنفري في رسالتي، وحالة يعني الآن عالقة في فصل النفري الذي أوجعني كثيرا. لذلك ويعني موضوع الرسالة متخصص في التصوف، وهو موضوع صعب جدا، وعالق كثيرا من قلة المراجع. لذلك صراحة كل الكتابة والجهد منصب على الكتابة الأكاديمية، دعواتكم في الانعتاق منها والدخول في رحاب الشعر مرة أخرى. آمين آمين يا رب العالمين. وأنت يا سارة؟ والله أنا عندي 3 أولاد، لك أن تتخيلي ظرفي. يعني 3 أولاد. 3 أولاد محجورين. ثلاثة أولاد محجورين. نعم، وثلاثة أولاد يعني شبه 3 توائم، يعني عندي توأمان محمد ولارا أختهم البكر تكبرهم بسنة فقط، يعني 3 أولاد حولي طوال الوقت. الأمر ليس بالسهل أبدا. أصلاً أنا في الأصل عند كتابتي للشعر لم يكن بالأمر السهل، لأن زوجي ليس من محبي الشعر، يعني زوجي ما كان يحب الشعر أبدا، وما كان يحب فكرة أن أدخل إلى عالم الشعر. فكنت غالباً ما كنت أنتظره حتى ينام لأستيقظ وأبدأ بالكتابة أو أدخل إلى زوايا البيت. يعني زوجك يغار من الشعر. على سيرة الحديث عن الغيرة، لدي قصيدة كتبتها عنها حيث أني أغار أنا من أمور متعلقة، سأقرأها بعد قليل. ولكن ليس من محبي الشعر كثيراً، فكان من الصعب علي في البداية أن أقنعه، ثم أن أتمكن من كتابة الشعر، لأنه يعتبر أن هذا الوقت هو له ليس بالأمر السهل. ثم مع الأولاد أيضا لم يكن أبدا الأمر سهل، كنت أستغل فترة وجودهم في المدرسة لكي أستطيع أن أكتب. الآن لا في النهار ولا في الليل لا أستطيع أن أنام كي أكتب، يعني وخصوصا أني مؤخرا أكتب بعض الدراسات لبعض الدواوين الشعرية العربية، أقوم بنشرها في مقالات. هذا الأمر يعني يتطلب مني جهدا كبيرا في أن أعيد قراءة الديوان غير مرة، أكثر من مرة في أنصفة، لأن المتلقي غالبا يعيش حالات متفاوتة. هناك أحيانا نقرأ قصيدة قد لا تعجبنا، عندما نقرأها في حالة مغايرة نعود فنجد فيها جمالات لم نكن قد التفتنا إليها سابقا. هذه النقطة، لذلك أدعو كل المتلقين أن لا يظلموا قصائد الشعراء والشواعر، فكثيرا ما ظلمت أنا نفسي، ظلمت بعض القصائد بتسرعي بالحكم عليها. ربما في بعض الأحيان نميل لأن نسمع السهل الممتنع فنطرب ببعض القصائد السلسة، وفي بعض الأحيان نحب نخبا معتقا من الشعر العميق، من الشعر الذي فيه ترميز، الذي فيه تأويل كثير، فلذلك قد لا يعجبنا السهل الممتنع. لذلك الحالات تتغير، فمن الصعب أن تقومي بدراسة لديوان إلا إذا ما قرأته غير مرة. وهناك أيضا أنا أؤمن بطبيعة الحال أن الشعر شعور، عليه أن يصلك، أن يتغلغل في أعماقك، أن يهزك من أول مرة، من ثاني مرة، من ثالث مرة، وأن يفجر فيك في كل مرة الشيء الكثير.
لذلك الحمد لله يعني نهرب من أولادنا لنكتب. بالضبط بالضبط. وأنت عائشة؟ والله أنا سعيدة بهذه العزلة كثيرا وأحتفي بها كثيرا، لأنه كائن غير اجتماعي إطلاقا مثلي. هذا يرفع عني العتب من أي التزامات اجتماعية. مع الأسف يعني نحن مرتبطون في عوائلنا، وأنت تعرفي أنه نحن دوائرنا الاجتماعية متسعة كثيرا في الوطن العربي جدا. والخليج. فهذه الفترة ترفع عن العتب بأن أذهب لزيارة فلان وعلان، لكني أفتقد المقاهي كثيراً بدور، يعني المقاهي هي أهلي ومهربي، وهي المكان اللي أجد نفسي فيه كذا، الملاذ، ملاذ الكتابة. لكن طبعاً يعني أيضاً يخفف عني كثيراً أنه أني أذهب إلى العمل. أنا ربما وأنت تعرفين في سيرة ذاتية المهندسة، وبالتالي وانا من عملت في القطاع اللوجستي، وبالتالي تطلب عملي ان اذهب الى الـ الى الـ الى الـ يعني المكتب. فهذا يعني بعد ان كان يعني ثقلا اضافيا العمل عندي، يعني الشعر والعمل بالنسبه لي اليوم ملاذي الوحيد العمل من البيت، على اعتبار انه لا مهرب اخر. فهي عزلتي بين البيت والعمل، واحبها كثيرا عدا عن افتقادي للمقاهي. أحب هذه العزلة فعلا. الله يعطيك العافية، شكرا جزيلا. نعود لك يا دلال، ومن طبعا قصيدة من اختيارك، يعني لن أقول أن جبتني هكذا، بس تعقيبا على كلام سارة يعني عن التنقيح وهوس التنقيح للقصائد، ربما هذا ما يمنعني إلى الآن من نشر ديوان. أنا إنسانة جدا فانة وخائفة جدا من التجربة الأولى يعني، وعندي هوس تلقيح يعني، وشكك في كل كلمة. أحيانا قد أبدل البيت الأقدم يكون أجمل، لكن هو هذا الهوس وهذا القلق من أن لا تكون القصيدة جيدة بما يكفي، يعني أعتقد أن أنا بحاجة إلى علاج من هذا الأمر. أما تعقيبا على كلام عائشة، هي فعلا شخصية غير اجتماعية، لكن صحبتها من أمتع الصحب. أنا ممتنة لبرد لندن وشوارع لندن التي جمعتنا مرة، وناقم على الدراسة التي منعتني من أخذ يعني ما يمكن أخذه من ملح جلستها، لكن عزائي بأن تنتهي كورونا ونتزاور إن شاء الله. أنت تدينين لي بعزومة دلال في لندن وهدية، لأن ما رديت لك معود البسكوت اللي أعطيتيني. دلال وعائشة، ترى اللي يتابعونا راح يزعلون علينا، بيقولون قلبتوها سواليف، احنا نبي نسمع الشعر. يلا ابدأ بمقطع وبعدها القصيدة المطلوبة. طيب تفضلي. كنت قد آنست غارا، كنت قد آنست غارا، كان في الغار رواية، ومعي نفسي رفيقا، رفقة النفس كفاية. جئتني وحيا، ولكن كنت وحيا دون آية. ليس لي منك دليل، ليس لي معك نهاية، رغم ذا ما زاغ قلبي، رغم ذا ما زاغ قلبي، إن في الشك هداية. مؤمن فيك فؤادي، مؤمن منذ البداية. هذه القصيدة المطلوبة قصيدة جدا عزيزة إلى قلبي، لأنها تحوي الكثير من ذكريات الطفولة الحقيقية. أنا لم أكن فتاة تحب اللعب بالدمى، كنت أحب لعب كرة القدم مع أبناء عمومتي. وكنت فتاة مختلفة، فلكل فتاة لم تنشأ كفتاة تقليدية أهدي هذه القصيدة. أنجبتني هكذا من غير ترجمة، أنجبتني هكذا من غير ترجمة، لغزا إلى الكون لكن دون ما حلي، حزنا مع الناي لكن دون أغنية، سرا تلاشى بأيد قطعت حبلي. أنهكت وهنك بالأشعار مثقلة، فضاق رحمك من حملي ومن حملي، ولدتني غير أني لا أشابههم،
لم أبكي حينا ولم أسخط على الكل، بل جئت ضاحكة للنور حاضنة، كم كنت مخطئة لم أحذب النسل، حبوت للنار أغواني تراقصها، حتى غدا رقصها كالحجل في رجلي، ناغيت باسمك حتى صرت لي لغة، ناغيت باسمك حتى صرت لي لغة، فالأرض أم، ألست الأرض بالأصل؟ رضعت منك أمانا، رضعت منك أمانا لا انتهاء له، لا تفطميني أخاف التيه في الليل، جدلت ذهنا، جدلت ذهنا وما جدلت لي خصلا، قد كان شعري قصيرا وقتها مثلي، ما طال إلا وقد قصرته حذرا، كي لا يزاحم إغرائه عقلي، وكم تباكت دما في الأرض أرفسها، ويغضب الكل إن كسرتها حولي، لم يعلموا أنني في السر أحسدها، وغرت من كونها أحلى بلا قولي، لم يعلموا أنني في السر أحسدها، وغرت من كونها أحلى بلا قولي. هل تذكرين شجار الصيف لحظتها عاندت أن ألبس الفستان للحفل، حزامه طالما في الخصر آلمني، كما تمنيته ثوبا بلا ذيل، وأصدقائي من الصبيان أكثرهم ما ميزوا حينها من بينهم شكلي، وعندما صرت بالأشعار أرجمهم أشار أقربهم مستهزئا كحلي، ما زلت أمي أعيش الوهم في قصص نفثتها رقية للحلم والدل، نسجت لي سحرها من كل هدهدة، فطرت حلقت حتى بت في الوحل، ما إن نظرت إلى عينيك أعذلها، ماذا جنيت سوى الخيبات والخذل، تحدر الدمع في خديك يهمس لي، لكم حلمت بما تشكين من قبلي، حلمي الكبير الذي أحياه من زمن الآن يكبر في عيني كالطفل، لا تلبس الفكرة ثوبا حاكه شبق، إن الأنوثة لا تحتاج للفحل، تفنى الوجوه وإن كانت مزينة، وزينة الروح لا تأتي من الكحل، ربيت جسم فتاة عقلها رجل، حتى غدوت عن التصنيف في عزلي، لست الفتاة صاحب البيداء والخيل، إلى متى تؤد الأرواح داخلنا، إلى متى نسجن الإنسان في الشكل، ألقيت ظلي فصار الظل معركة، قررت من بعدها سيرا بلا ظل. الله عليك، الله. بنات أنا ما أدري أنتم تطلعون على المحادثات أو لا، يعني على كمية المدح والغزل التي على السريع فقط. أي لكم جميعا، لدلال وسارة وعائشة. طيب سارة تفضلي. سأقرأ قصيدة طلبت مني وبعد ذلك أقرأ تفعيلها. طيف كذوب أقتفيك ولا أعي، أمضي إليك وغربتي تمضي معي، أنا لا أطيق تكسر الماضي الذي رسم احتمالك من خيال إصبعي، أنا متعب بعضي فتاة هارب مني إليك ومبعد عن مدمعي، غمازتي كفر جهور وادعاء سماحة
خلف ابتسامة مدعي أنا نصف وهم بعدك اكتمل السراب وصرت كل الوهم رغم تمنعي الضاد كالمثلى حروب لليقين الشك للنور الظلام الموجع أشفق علي فديت شهقتك الجريحة كلما نسج الضياع بأضلعي أشفق علي فلست أقوى الصد عن أوتار صوتك حين تعبر مسمعي مسفي مداد شرودك المصلوب دمعا من وريد الحرف حتى مطلعي لا لست وهما طيفك الروح التي تنسل ليلا من هشاشة مضجعي سأغض إلا الشوق عنك فربما تحيا وألقى في حياتك مصرع الله 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 رأيت بعينيك سر التشابه في كل شيء نعم أنت مثلي غريب كوجه لبيروت عند المساء كثير التلفت والتمتمات عصي على الشوق صعب المنال رأيت بعينيك ريحا تهب وشمسا تمرغ كف الجبال بلى أنت مثلي كزهرة عباد شمس تراقص فيها جنون التمرد تنأى كبيروت عن كل شيء عن الصوت والوقت عن رأي سقراط حول الوجود وعن فلسفات أرسطو وعن فكر هيجل ينبئ بالوعي للذات قبل انتحار السؤال كزهر الربيع إذا ما تدلى على هدب صبح كسول كشجرة كينا كطعم التفاصيل بعد الوصال رأيت بعينيك كل الحوارات تأويل حرب وموت يقول لك الموج هيا امتشقني ففيك على وسع هذه البلاد مئات الخطايا ووزر قديم يخبئ سرك في بحر صورة ويتلو على رملك المرمري 30 ليلا من الترهات وملحا لذيذا وفيك استخاب المعاني كأسوار كسرى تشيد على خصر هذه القصيدة معنى جديدا فتفتح شباك عمري وأمري لألف احتمال أراك أمامي كتابا بلا خاتمات بلا ترجمات كتابا كثير الكلام بغير كلام شديد الرياح بلا وجهة فيه لا يستريح فكيف أفك عن الحزن عندك زر التكهن كيف أشرح ذاك العبوس وكيف أحلل تلك الخصال أنا ليس عندي سوى جنة قاب حزنين مني أدوس على غيمة شردت ذات طيش هناك وأضحك حتى تسيل الدموع وعندي بلاد تفيق على الخوف عندي شتات وعندي من الشعر ما ليس فيه وما تشتهيه وما لا يقال رأيت بعينيك روما القديمة تاريخ قيصر ألف انهزام وألف امتثال وحيدان رغم احتشاد الوجوه نذوق الصباح كأشهى العذابات في كل يوم غريبان أدري فهلا بسطت لدمعي قلبا وهلا فرشت بصدرك وردا وهلا تركت لنسف المجال رأيت بعينيك مهد الجمال غضضت سنيني عما تبقى من الدرب بعد حزمت ربيعي في نظرتين وقلت لبحرك ما عاد يجدي الترقب مجداف صبري ترهل والشيب في الزبد المتعب اليوم محض حنين وما عدت أقوى على شد عزمي ولا شد وهمي بتلك الحبال على أي حال رأيت بعينيك كل الرجال الله الله عليك الله أنا ما أدري تشوفون القلوب اللي في عيوني ولا لا وأنا أسمع الله يعطيكم العافية شكرا جزيلا تفضلي عائشة
طيب عائشة، قبل ما تبدأين بالقصيدة، أنا رأيت لك مقاطع في سناب شات أظن أو في يوتيوب، أو هي في سناب شات ثم ترفعينها على يوتيوب، لقصائد شعرية مع خلفية موسيقية في الفيديو. هل هذه الطريقة يعني مفيدة بالنسبة للشاعر في انتشار مثلا القصيدة أو؟ سؤال ممتاز جدا بدور. نعم، أنا أعتقد لما نفكر نحن كجيل الميلينيالز اللي هم نحن الجيل من الثمانينات وصاعدا، اليوم على الشاعر أن يستخدم كل أدوات الوصول إلى المتلقي، وعلى الشعر أن لا ينظر إليه فقط في الورق في الكتب، في ديوان. الشاعر أنه يستخدم كل الأدوات التي يصل إليها إلى المتلقي، واليوم عصر الصورة والشعر لا ينظر إليه فقط كنص، هنالك نصوص ربما لا تصلح فعلا للقراءة إنها للكتب للطباعة، ولكن هنالك نصوص أيضا تصبح أجمل وتمتلك روحا أخرى عندما تكون بالصوت والصورة. فلما نتحدث اليوم عن تجسير العلاقة بين الأجيال الجديدة اللي في عشرينيات اللي خرجوا على زمن اليوتيوب وزمن الصوت والصورة as a whole package، فبالتالي يوم الشاعر عليه أن يستخدم هذه الأدوات، وبالتالي أنا أنظر لها فعلا كأسلوب من أساليب التجسير بين نصي وبين المتلقي. فنعم، أعتقد أنها هي أحد جسور التواصل بين المستمع، تصل بشكل أسرع حتى لغير المهتم. نعم، بالضبط. تفضلي. طيب، فإذا أنا سوف أقرأ نصا مدورا. تحية وتقدير أولا لأستاذي دخيل الخليفة الذي طلب مني ذلك، ويعني وسيكون هذا النص لك أستاذ دخيل. موجوعة بالبحر يا الله، موجوعة بالبحر يا الله، بالإنسان بالغرقى، بموت في الهواء، بقطة في البيت، بالأشباح يا ربي وبالموتى. موجوعة بالبحر يا الله، بالإنسان بالغرقى، بموت في الهواء، بقطة في البيت، بالأشباح يا ربي وبالموتى، بقارعة الطريق وحيدة، بعمود ضوء خافت في الليل، يجرح عزلة المارين، أقدام تجرح خيبة الإسفلت يا الله، بالدكان مفتوحا على لا شيء، بالأطفالي لا وطن يليق بحلمهم. موجوعة يا رب التكوين، بالنساك بالصلوات تخجل أن تغادر عتبة الأبواب، بالصلوات تخجل أن تغادر عتبة الأبواب، بالضحكات لا سبب ضروري لتحدث، بالنساء الجائعات لتحضن. موجوعة يا رب التكوين، بالنساك بالصلوات تخجل أن تغادر عتبة الأبواب، بالضحكات لا سبب ضروري لتحدث، بالنساء الجائعات لدفء حضن كل أرملة تنوح على النوافذ، بالرجال اللاهثين إلى المواخر الحزينة، بالأغاني المستعدة للذبول، ببنت ليل يا إلهي تشتهي موتا سريعا كلما اغتسلت بليل دموعها، بالزاهدين على الهوامش، بالسواق تندب الفلاحة، بالأوطان تبحث عن سجون للسماء، بشاعر يبكي قصائد لن تكون، بكل شعر هامشي لن يقال، وكل أوجاع الحزينة والسعيدة. موجوعة بأيائل تعدو على قلق إلى مدن بعيدة، موجوعة بقبائل لا شيء يوقظها سوى وجع اليتامى في حروب اليائسين وبؤس أزمنة وحيدة. موجوعة بقصيدة للاشتعال، إذا انطفأت حبلت أغنية جديدة، موجوعة يا رب تمنحني القصيدة. الله الله، توجعت يا عائشة، وأواه من وجع النساء. الله يعطيك العافية، شكرا جزيلا. دلال بس تأذني لي فقط في دقيقة حتى لا نطيل، يعني لا نطيل الحديث عن الشعر ونترك الشعر. دائما أنا أتساءل وأعتقد أن المتابعين يتساءلون،
هل هنالك يعني طقوس معينة للكتابة لكتابة القصيدة؟ نعم بالنسبة لك هي دلال شخصيا. نعم بالنسبة لي أحيانا يعني هاجس الكتابة دائما ما يأتيني مثلا على هيئة إلهام، يعني لا أستعد له، يأتيني برد يعني أشعر بأغنية تدندن في داخلي، لكن ما إن نويت تسجيل ذلك على ورق أو إكمال قصيدة أو تنقيح قصيدة، أهم ما يجب أن يتوفر في تلك اللحظة هو الهدوء. يعني لا أستطيع أن أكتب في الضوضاء، فأحياناً أنعزل في مكتب، أو أحياناً أذهب إلى مكان مثلاً مطل على البحر. مكتبة الباب طيب بالمناسبة مكانها جميل ومطل على البحر وهادئة، فغالباً هناك كثير من القصائد كتبت هناك. هناك منطقة في لندن أحبها كثيراً مع أنها مكتظة بالناس، لكنها دائماً ما كانت تساعدني على استكمال القصائد، منطقة كوفنت جاردن مليئة بالفنون والموسيقى، كنت أحب أن أكتب هناك. ليست طقوس بقدر ما هي مزاجات يجب أن تروض، ولكن الهدوء يجب أن يكون سيد الموقف. نعم تفضلي. طيب بما أننا نتكلم عن الوجه، مقطع قصير ومن ثم سأبدأ. لا تسألي، لا تسألي، قد يقتل الإنسان أحياناً على قدر السؤال. لا تطلب التفسير، لا تستنطقي، قد تعرف الأشياء لكن لا تقال. الحق أبعد ما يكون عن الرجال، الشر هان على الرجال، فتعوذي إني أعوذ بالرحمن من قهر الرجال. لم يكن أبت امرأة سوء، لم يكن عضد الوحيد من الظالمين، فلماذا إذن دون ذنب أحمل الآلام طفلا دون أب؟ من قال للأوغاد إني صخرة من دون قلب؟ كلهم أدمن خمرك، أنا من يلتذ جمرك. كلهم أدمن خمرك، أنا من يلتذ جمرك، غرفوا منك كؤوسا وأنا أحفر صخرك. لم يروا إلا عصيا حينما ألقيت سحرك، ألحدوا فيك وولوا وأنا وليت شطرك. دلوهم يحرق بئرك وأنا أشرب مرك. كيف ترجو الناس سيفا حين صار الغمد خصرك؟ غرقوا الفلك وراحوا يبتغون الآن خضرك. عندما باعوك بخسا نسف قلبي صار مهرك. قال أدناهم سيفنى وابتدى يحفر قبرك. ليس إلاك بقلبي حين غيري فيك أشرك. يا عزيزا رغم ذلي، إن تقل مت قلت أمرك. يا عزيزا رغم ذلي، إن تقل مت قلت أمرك. إن تقل هاك فتاتي قلت زاد الله خيرك. لو ترى سبعا إجافا لست أخشى فيك عسرك، ولكم رخصت روحي كي يطيل الله عمرك. جائع خذ لحمك، جائع خذ لحمك في ما نما كي لا يبرك. متعب ما كلمتني فرمي ما أنقض ظهرك. مذنب من فك قلبي راضيا يحمل وزرك. راعدا احرق ضلوعي عل في كسري جبرك. راعدا احرق ضلوعي عل في كسري جبرك. وإذا
مسك هم كنت مأواك وسترك أنت ما أخطأت حاشا لست من يحتاج عذرك لم يضق صدري فقل لي ما الذي ضيق صدرك ما الذي ساءك حتى أشعلت عيناك ذعرك لما كبلت كفوفا كتبت بالدمع سطرك مسحت رأسك تبغي أن يزيل الله ضرك لا تدر عني ظهرك ولهم تغدق بحرك إنهم ينون هجرك ويرون الدرب عبرك إنهم ينون هجرك ويرون الدرب عبرك لن ترى منهم ظلالا عندما تعلن فقرك سيغيبون وأبقى ساجدا أرقب فجرك عندهم غيرك ياما أنا لا أملك بك. الله، كيف انتقلنا من الحديث عن الحب إلى الحديث عن الوجع في 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 ساعة واحدة فقط؟ تفضل يا سارة. سنكمل بالوجع ثم أنا أقول الله يبعد الوجع والله يستر من الوجع. لا بأس أن أقتات من دمك الذي ذبحوه فوق قميص شعري بعد شك وادعاء. أحتاج من أوتارك الحسنى رواقا مؤنسا لفمي فصوتي مهمل حتى الجفاء. أحتاج أن أدنو قليلا دون وعي دون كف أن أبعثرني أمامك فكرة لم تنج قط من التفاصيل العقيمة من ألاعيب النساء. أحتاجك الآن احتمالا شائك التعبير مفردة تأنق ثوبها حتى تراك لأنني في كل حال لذة ولأنني أحتاج جدا للبكاء. تخشى المسافة دونها تدري ستجرح مقلتيك. تخشى بأن يختالك الأنس الذي صفعته ألسنة الحروف يطارد المعنى إليك. هذا انزياح بارد وهم تقلص عزفه في خافقيك. يكفي التنهد صوت غربتك المهشم سوف يحرج ظلها. ستخاف أن تلتاع قربك أن تعيد رمادك المحموم فوق جسورها وتخاف أن تتنهد الماضي بلا رئة تعين بكاءك. الآن احتبس ما فيك من وجع تنهدك النقي يغيظهم فاكتمه عنك فحزنك المشبوه ملتبس عليك. ما زال صوتك حاضرا أدري رأيت نحيبه شبحا يجاوزه اختناقك واحتراقك كلما أشعلته في ناظريك. ستعود وحدك حينها تخشى المسافة دونها كي لا تجرح مقلتيك. هذا يقين جارح لا تبتئس ستعود للشغف المقيم بصوتها. هي أنت لكن حزنها قد جار مشربه عليك. الله يعطيك العافية. عافية الله. الله الله عليك يا سارة. تفضلي يا عائشة. نعم بدور. أنا أضحكني فقط الصور المعرفات يعني في الشاشة أمامي. تفضلي يا عائشة. سوف أقرأ نصين عموديين قصيرين. أفكر في معنى وجودي وغايتي
وهل في سماء الكون سر البداية؟ وهل نحن أسرى في الحياة؟ وهل ترى سنمضي خفافا نحو فخ الغواية؟ ولو أننا عدنا إلى الأرض مرة، هل اختلفت عنا فصول الحكاية؟ سنحيا بلا معنى سوى أننا هنا خلقنا لأننا نقطة في النهاية. وننتقل من الغزل إلى الحكمة، إلى نص اسمه حكمة الماء. يراد للماء أن يمضي ولا يقف، يراد للماء أن يمضي ولا يقف، شتان من غاص في ماء ومن غرف. يراد للماء أن يمضي ولا يقف، شتان من غاص في ماء ومن غرف. يراد للريح حمل الأرض في يدها، من يقنع النخل ألا يحمل السعف؟ يراد للواطئين الأرض فسحتها، لكنها ستريهم بعدها الشظف. غدا سيعرف أهل الأرض حكمتها، ما هذه الأرض إلا قبرهم وكفى. غدا سيعرف أهل الأرض حكمتها، ما هذه الأرض إلا قبرهم وكفى. يراد للزارعين الشوكة ما زرعوا، وللذي أضمر المكروه ما اقترف. ورب خير تراءى شره لفتى، فشاءه الله أن يصفو وينكشف. يراد للناس أن يجري تقلبهم، لعل بعد انتصار كان وأسف. من حكمة الله في الدنيا تقلبها، وحكمة الماء أن يمضي ولا يقف. رائع يا عائشة. أهلا أهلا وسهلا مرة أخرى، تسمعون صوتي الآن؟ طيب الشاعرة الفاضلات الجميلات، ما رأيكم الآن نختم بقصيدة قصيدة لكل شاعرة ونغلق الأمسية على خير؟ تفضلي دلال. صوت واضح الآن؟ نعم يا دلال. أختم بمقطع قصير وقصيدة. كنت وحدي، كنت وحدي أنثر الملح على فتق الجراح. كنت وحدي أمطر الدمع على مقتل نبض كان سكناه عروقي ثم راح. كنت في حال سبيلي، كنت في حال سبيلي أدفن الروح إثر كل صلاة، أقرأ الحمد على لحني وأمضي، أتوكى دعوة تفرد صلبي، حسبنا الله وكيلي. كنت وحدي أصحب النار فما عادت حريقة، لم تعد تصهر جلدي، لم تعد تأكل مخضر من الحلم، وما عادت النار تجوع. أترى، أترى في الكون نار لا تجوع؟ قد ملت الروح من زنزانة الجسد، قد ملت الروح من زنزانة الجسد، هل يؤسر الكون هذا الكون في أحد؟ كل الكؤوس
بحاني الشوق قد ملئت حتى ما كأسي ستبقى بعد لم تردي. هدهدت طفلا من الأحزان منكسرين، وكلما برني ناديته ولدي. حملت طوق حمام الحب أغنية، لكنها رغم بح الصوت لم تعدي. عروسة كانت الأحلام عاشقة، نامت أناملها في لحفة بيدي. مر القطار عليها وهي غافية، وفات موعده والنوم لم يعد. رقصت دمية آمالي بلا نبأ بأن سيشنقها حبل من المسد. قص الزمان زوايا صورة عجزت أن تملأ الضيق في البرواز للأبد، أن تملأ الضيق في البرواز للأمد. وكلما انكمشت ذابت ملامحها، وإن تحسست منها النبض لم أجدي. قد يخنق الروح أن نحيا بلا أمل، لكن ستذبحنا الآمال إن تزدي. حملت كرها أمان النفس في رحم، وحين أوجعني بالطلق لم ألدي. موؤودة حاولت إعلاء جبهتها، داست على جرحها الأقدام بالعمد. وهكذا سافرت في الحلم لي فرس، ماتت من اللهب خلف الوعد بالرغد. لا لوم أحمله للدهر أو عتبا، أنا غرست سيوف والهم في كبدي. مشيت نحو المرايا كي أسائلها، من أتحس الناس؟ قالت أنت للأبد. حسبت أن النهى للغيد زينتها، ولم يورثك غير الغم والحسد. كيد الصبايا لذيذ في تمكنه، لكن إذا زاد لن تصفي على أحد. هيأت ذاتي أن تحيا بلا سند، مهما جرى إثري العشاق بالعدد. هذا نصيبي مع الأيام، مفلسة وكل مقبرة أسميتها بلدي. الله عليك، الله. تفضل يا سارة. سأقرأ بضعة أبيات عمودية وأختم بقصيدة تفعيلة طلبت مني كثيرا. كاللحن في الماء للنار جي تسفيح، كاللحن في الماء للنار جي تسبيح. ريح من الخوف تطفو فوقها روح، كالأغنيات السكارى حين تسرقنا من ثقب ناي، كأن الناي مبحوح. هذه المرارة في الأشياء مقلقة، تفنى اللغات ولا تفنى التباريح. نذوق طعم شتات ليس يشبهنا ونشبه الموت، طعم الموت مفضوح. نبقى يتامى رماديين، يلفحنا وجه الحياة ووجه الحلم مطروح. نمد لليل أسرارا ليصحبنا في رحلة الدمع، حيث الجرح مفتوح. في آخر الرعشة السمراء أحجية زر غليظ عن الأنات مكبوح. كقلب يونس من بطن الظلام يرى في مدمع البحر ما أبقى له نوح. لا روح في النار هذا الرقص مصطنع، ووحده الشك عند البوح مسموح. هنا شفاه من الأحزان مدخمة تفدي الجراح، وكم يفديك مجروح. حتى تصيح بما أوتيت من وجع، يا ممسك القلب هذا القلب مقروح.
أختم بقصيدة، قصيدة ما أجملك، نختمها بالغزل كي تطرب القلوب نوعا ما. ما أجملك يا ذا العيون العاذلات اللائمات الكاحلات الملهمات، ويا شريد الناظرين، أيا عريض الحاجبين، ويا قويم الطلة الغراء في در لجين، لأنت سحر من جمالات وجود العذب في بيت القصيدة، أنت مسك من حلاوات الزهور العابقات على المسافات البعيدة، أنت بحر هائج فيه الزبد، بل أنت موج شارد عمرا أبد، ويجول فيك الليل عذبا فاتنا، من سحر رمشك كحلت أنظاره، وحروف عطرك طوقت في الحب شعرا كلما قد هيجته ناره، وأعود تجذبني خطاك، وأعود تجذبني خطاك، ألامس الوتر الذي ينساب من دفء السكون بمقلتيك، أعيده من نبض شعر تارق، وأعيده من وهج قلب حارق، وأعيده من كل رسم أو خيال حل لك، وأعيده من كل تفصيل لهاتيك العيون إذا بها صبح لهوف حل لك، ويغيظني جمع تهافت كي يراك، يغيظني بعد السكون إذا اعتراك، يغيظني كل الوجود أغار منه كلما فجرا أتاك وكملك، وأغار من سكت الخروف، أغار من لثم القريد، أغار من طيب المدام على احتمالات الكلام، أغار مني من قصيدي، من ربوع العشق في مرمى وريدي، من كلامي، من سلامي، من بحور الشعر في فوضى هيامي، من نسيم قبلك، بل من ربيع جملك، بل من تراتيل الفؤاد بسورة إذ كحلك، إني أغار من الحياة، من الصلاة، ومن بريد القلب ينبض شهقة، وغزالتين غزلتها من بردة فيها النجاة، وعطر طيب كل لك، ما أجملك. الله، وما أجملك يا سارة، يا كل الجمال يا عائشة، كل الحب لقلبك يا سارة، ولدلال حب كثير كبير. أظننا الآن نتناقش مع بعض وحدنا. الغالية بدور لا أدري أين اختفت. بدور تترك لنا وصلة الغزل مع بعضنا البعض. إذن اختمي يا سيدة الشعر. الله يعطيك العافية، أنا الصوت انقطع عندي لا أدري لماذا، لكن ما أجملك أنت يا سارة، وما أجملكنا جميعا. الله يسعدك يا ربي، تفضلي يا عائشة. شكرا بدور. أنا أختم بقصيدة آخر شعراء التي طلبها أحد الإخوة في الردود هنا. لم يكن شاعرا، لم يكن شاعرا غير أن أغانيه معزوفة في جسد، إنه أول الشعراء الذين عشقت وآخرهم في البلد. لم يكن شاعرا غير أن أغانيه معزوفة في جسد، إنه أول الشعراء الذين عشقت وآخرهم في البلد. لم يكن شاعرا غير أن قصائده كلها القبلات التي مر يغرسها في تراب دمي وتدا ووتد. لم يكن شاعرا غير أن قصائده كلها القبلات التي مر يغرسها في تراب دمي وتدا ووتد. كان يملأني بالأغاني ولما يقول أي شيء، وكان كثيرا كثيرا إلى حد أن ضاق منه. إنه يكره الاحتطاب ولكنه يستلذ ليقطف من جسدي قمرا إن سجدت. والحمام الذي يتشبث في صدره مستعد ليحمل عن كتف الأرض عبء البلد. إنه خارق وهو يعرف ذلك، لكن يحب إذا مسني أن يصير كأي أحد. إنه خارق وهو يعرف ذلك،
لكن يحب إذا مسني أن يصير كأي أحد. كان يصلبني مثل تمثال بوذا، ويطلقني كالرياح، ويرفعني كالرخام، ويأمرني بالتجلي إذا ضاق عنا غبار الأبد. وأنا في ذراعيه مثل الغزالة أنسل مذعورة. يا مدد. الله عليك، الله عليك يا عائشة. صراحة هذا الجمال الممتد من السعودية حتى الكويت، ومن الكويت لعمان، ومن عمان لبنان، لا أريد أن ينتهي، لكن مضطرة لذلك. وكلمة أخيرة لك يا دلال، ثم أنتقل لبقية الشاعرات. دلال، كل ما جيناك لأن الصوت عندك مغلق. صح صحيح يا عائشة، أخذتنا إلى أجواء جميلة. أحب جداً أن أختم ببيت للشاعرة صديقتي الرائعة بيسون سويدان، ولكن سأحرف فيه قليلا. عندها قصيدة دالية جميلة اسمها بيان الضلع العوج، وهي أن النساء، تقول في خاتمتها: بين النساء وجدت اليوم نابغة. أنا سأغيرها وأقول: بين النساء وجدت اليوم شاعرة، فلا تقل بعد هذا اليوم لم أجد. فاليوم أعتقد كان ردا مفحما لمن ينكر الشعر على النساء. استمتعنا بجمال سارة وبجمال عائشة. أنا شخصيا يعني شاكرة لكم المشاركة، سعيدة جدا بمشاركتي مع صالون أدب، وشكرا للدكتور عبد الله على إصراره. أنا كنت رافضة في البداية، لكن فعلا إصراره كان في محله. أشكر. بس عندي سؤال، هل يمكننا الاطلاع على الرسائل بعد البث؟ لأن حقيقة هناك العديد من الرسائل، لكن تعرفين مع اللقاء لا نستطيع رؤيتها، فإذا كان في فرصة بعد البث نكون وحدنا ويمكننا قراءة الرسائل. لكن أشكرك أستاذة بدور على التواصل وعلى جزيلا احترافية صراحة التنسيق. شكرا الله يعطيك العافية لكل المتابعين للشاعرات الرائعات، وعسى أن تنتهي الجائحة ونلتقي في بإذن الله. وجها لوجه بإذن الله. أسعدك الباري، شكرا جزيلا. تفضلي يا سارة وكلمة أخيرة. ختاما أشكرك أنت أولا على جمالك ورقيك وهذا التواصل الطيب الكريم الذي جمعتنا به. أشكر أدب منصة أدب الرائعة بشخص مديرها الدكتور عبد الله السفياني على رقيه وطيب دعوته الكريمة. وأظنك جمعت في هذه الفترة ما لا يجمع في الفترات السابقة. أشكر كل من تابعنا. عائشة أحبك وأنت رائعة، دلال أحبك وأنت رائعة جدا، كلاكما رائعتان. تشرفت كثيرا بأن نكون مع بعض على منصة واحدة. كل الحب لكل المتابعين، تمسكوا بالحب وتمسكوا بالشعر فهو زادنا الوحيد. تقاسموا الحب، اتركوا النقد، انظروا إلى الجانب الإيجابي من الكوب. نحتاج أن ننظر إلى برحمة بعين الرحيمة. انظروا إلى الجوانب الإيجابية فينا وتغاضوا عن سيئاتنا. كل سيئات، ولكن عندي ربما بعض الحسنات، انظروا إليها. أنصفوا أصدقائكم، أنصفوا من حولكم. نحتاج أن نتقاسم الابتسامة، نحتاج أن نتقاسم الفرح، نحتاج أن نعيش العيد. اجعلوا كل يوم من أيامكم عيد. مبارك لأدب هذه الأمسية، مبارك لنا أن شاركنا فيها. كل الحب لكم جميعا. شكرا شكرا، كل الحب لك أيضا. أنت تفضلي يا عائشة. شكرا بدور على هذه الإدارة الرائعة اليوم. وأنا أقول أني اليوم أباهي بكنا كثيرا، أباهي بك دلال يا صديقتي الجميلة، أباهي بسارة التي يجمعني معها هذا الفضاء الافتراضي، وأباهي بمعرفة اليوم بك بدور. شكرا للدكتور عبد الله السفياني على هذه المبادرة وعلى جمعنا في هذه الأمسية الطيبة. أشكر كثير كثيرا من حضر ورفع روح وجمال هذه الأمسية بتعليقاته، وإن شاء الله نلتقي في مساحات أخرى يعني أكثر رحابة. أشكركم كثير على الاستضافة، وكل عام وأنتم بخير مجددا. بإذن الله، إن شاء الله بإذن الله الأمسية القادمة ستكون أمسية حقيقية وليست افتراضية. يا رب.
شكرا جزيلا لكم، شكرا للمتابعين ولجميع الحضور، وشكرا لأدب على هذه الحفاوة وعلى هذا التنظيم. سعيدة جدا بوجودي بينكم، وكل عام وانتم بخير وكل عام وانتم بحب بإذن الله. أنا لا أدري، اقتراح دلال أن يغلق البث و